السلام عليكم إلى المشاهدين بخير. جينا نشارك معكم واحد الفطائر زوين الصراحه، واحد الوجبه للدراري الصغار الكبار والصغار، وهي سهله وفي 4 ساعات هي عندك واجده، ولدادين وزوينين ويقدروا ديريهم في الكونجيلاتور يبقاو لكم مده طويله. وبالمناسبه سيدنا رمضان هو جاي، كيصلحوا رمضان للسحور اكثر، ديال السحور انا هادو في رمضان للسحور كيجيو رائعين ان شاء الله. نبداو على بركه الله. يلا غادي نديرو واحد جوج كيسان د الماء، الماء دافين، جوج غادي ندير الخميره د العجينه، خميره داك حبيبات ولا خميره، انا غادي ندير معلقه ونص حيت انا عندي شويه الجو بارد، راكو عارفين ملي كتكوني شويه على برا. ندير هاد الخميره تاعي، المهم على علم انا ما كنديرش فيها السكر. دابا اللي كاين اللي يبغيها تجي محمره وهكا اللون ديالها يدير واحد المعلقه السكر. هادي خصهم يجيو مالحين، هادي نحتاج واحد خماره كيما هي هادي. غادي ندير واحد البيضه، هاكا مزيان ندوب هاد الخميرة والملحة. غادي واحد الكاس غادي ندير فيه زيت الزيتون والزيت ديال اللي كنطيبو بها، غادي ندير غير شوية لأن أنا عارفة دابا الزيت شوية هاد العام ما كايناش، ندير غير واحد الشويش هي باش على حسب لوكو، باش كتجي فيهم داك الريحة ديال زيت الزيتون كتجي زوينة. ما تبقى غادي نكملو بالزيت الطبخ الأخرى، زيت المائدة هذا زيت العادية اللي كنقليو بها، هاي غادي نعمر أغلبية غادي نكثر هادي صافي. دابا هاد الكاس غادي ندير واحد المعلقة هنايا في العجينة، والأخرى غادي نخليها تنخدم بها في التالي، غادي ندير هاد الشوية غادي نخليه للخدمة التالي هاديك. دابا غادي ندوب هاد، غادي نحتاج الزبدة والطحين هذا الدقيق الصلب ديال حنا كهنا في المغرب كنقولوا فينو، في الدول الاخرين كيقولوا الدقيق الصلب، يعني بحال السميده رقيقه بحال هذا، ضروري واحد الكاس كنحتاجوه. ندير واحد الكاس ديال اللبن، ها واحد الكويس ديال اللبن اتاي، هي كاس هكا صغير. ما كاينش عندكم اللبن ديروا دانون ناتوريل عادي مسوس هذاك كريمي، ما كاينش تقدروا تكتفيو غير بهذا هكا. ولا حنا هنايا شويه ملي كنكونوا في الباديه كيبقى لنا اللبن كنخدم به بزاف الحوايجات كنخرج منه، مال الكيكه كندير به واحد الكيكه، الكيكه تجي دايره ومادلين ديالها باللبن كتجي واعره. ها هو داك الدقيق الممتاز فورس، المهم انا عندي تقريبا كيلو هنايا، ولكن ما عادش هاد الكيلو ما عادش نديرو يمكن كله عادي يبقى، كنحط حدايا كيلو ديال الدقيق وكنبقى نخدم الا كان خاصني كنزيد، ما خاصنيش كنبقى لي ديما انا كيلو ما كنديروش كله.
صافي تقريبا دخلت لي هنايا نص كيلو ديال الدقيق. غادي ندير 5 معالق ديال الزبده، غادي ندير 5، غادي نبقى ندير معلقه ونخدم. هكا درجه المطبخ، حنا درجه الحراره ديال الطبيعه. هكا عافاه مع الحال شويه سخون، بانت البرد الله يرحمنا بالشتاء. صافي حنا بعد ما سالينا ها هي تبارك الله دايره بحال اللي كتلعبي فيها، ماشي زعما انا هذه قاع ما سماش عجينه. تبارك الله كتجي رائعه، كتجبري ما تحيديش يدك منها. صافي نتوما تقدروا تبدلوها من هنا وديروها في شي سوبيره ديالكم. ها الحجم ديالها تشوفوها طلعت. صافي غادي نديرها هكا بالزويته، ملي ديروها نتوما في السوبيره ديالكم تخمر لها حاجه ديروا شويه ديال الزيت هكا من الفوق، هي باش ما كديرناش داك القشره باش كتبقى طبه زوينه هكا. صافي غادي نبقى هكا نخليوها تخمر. عفوا نسيت الخماره، انا غادي صافي بغيت نجمع وانا كنجبر الخماره محطوطه حدايا. هذه نسيتها والله الا نسيتها. ديروها ديك الساعه ملي تكونوا كديروا الزبده ديروها، دابا انا نسيتها داكشي علاش. المهم انا غادي نديرها دابا نجمعها، ماشي مشكل. صافي غير هكا غادي ندخلها هنا مزيان، المهم تشينها توقع لكم بحالي انا تنساوها فين فيها خير. كندهن المقله بالزيت، انا قربت لكم كندهن داك المغرفه غير كتندهن غير بحاله كتندهن. انا عارفين دابا الزيت شويه غاليه. صافي كنهز العجينه هكا المغرفه، صافي دغيا كتهودها. صافي كنبقى شويه حتى هي كن كدهن غير الدهن، ما كديرش كاع الزيت، كتجي ناعش من الزيت. صافي هكا باش كنسرحها باش كتمشى، راكم عارفين طبعا هكا كنقدها جنبها وداكشي بحال اللي تقولي مقرصينها بيداكم. ها هي غير صافي كنجيب البانسو غير دهينه خفيفه وكنحاولوا باش ما نديروش الزيت بزاف. ولون ندبروا شي حاجه اللي بلا زيت، ولكن هذه راه ما كتاخذش الزيت بزاف. نكحزها عاوتاني شويه وندير حداها اخرى ما كتبقاش حتى راسها. المهم غير دهينه خفيفه راك شتا ديك المغرفه حتى هي كندهنها بالزيت. غير باش نقادوهم
هادي غادي نديرها شويه رقيقه بحال هادي. غادي نوريكم واحد الوصفه الا بغيتو نتوما. كندير انايا هذيك دابا عاديه، هادي كنديرها هكا شويه رقيقه كنرقاقها، كنمشي كنبسطها هكا بمعلقه هكا. انتما تعرفوا علاش كندير شويه ديال الجبن، كنجيب الجبن حتى هو كنديرو هكا. هكا ولا داك الفرماج ديال هذا دابا الجبن البلدي هذا، هاكا عارفين الجبن. قلت لكم انا لا بغيت شي وحده شي حصه ديالها هكا، كنصاوب لها الجبن صافي. كنجيب المغرفة الجاوجة كنهز واحد شوية، كنهش بزاف بحال الأول، هي واحد شوية هو فين. غادي نجيبها كمان هنا بسط هكا، كنغطيها كنغطيها ونفس الوقت كتعطيني طعاد هاد العجينة. صافي كنغطي داك الجبن كله كيجي مغطي، كتجي الخبيزه هكا بحال لي ما فيهاش كاع. صافي كنقادلها جنبها. صافي غادي ندهنها بطبيعه الحال واحد شويه هكا بالزيت، هي دهنه خفيفه صافي، هي بالبانسو. هادو لي خاويين درناهم عاديين، بحال بالنسبه لي بغا يديرهم هكا يكتفي غير هكا. هادو بالجبن حنا كنديرهم على حسب السحور وداكشي، كان كيكونوا موجدين داكشي كديرهم، كدير فوقهم شويه د العسل ولا اللي بغيتي انت. وها انت السحور ديالك ان شاء الله في هذا رمضان. صافي على الحصه هي هادي اللي درنا معاكم، المهم حتى نكمل الطياب و... بعد ما وجدوا داك الخبيزات ديالنا المطابو ديال الجميع، هادو كيجيو عاديين، هادو خاويين، هادو ما كنديرهم غير هكا الا بغيتو نتوما تصايبوهم ها هما تبارك الله كيجيو دايرين حتى كيجيو هشاشين الصراحه، كيجيو روعه روعه، كيجيو هشاشين من الداخل عرفتي بحال البونج، ويبقاو لك مده طويله في الكونجيلاتور كاع ما تخافيش منهم. وهادو اللي عمرناهم هما هادو، هادو اللي عمرنا بالجبن. الا تعقلوا على هادو، الا دخلت لواحد الفيديو راني درتو ملي كنت عاد حليت القناه بديت، واخا شويه التصوير كان شويه ضعيف قبلوا علينا ما كنتش عارفه راهم دايرهم بحال هكا تقريبا الشكل ديالهم، من شي حاجه زايده فيهم ماشي بحال هكا، ولكن حتى هما بالمغرفه وكنديرهم بالملح. كان واحد رمضان قرب يدخل وهذا هما كي كيجيو دايرين هادو اللي بالجبن. الصراحه انا كيعجبوني في السحور، كتصاوبي كميه كبيره وديريها في الكونجيلاتور كتخليها والله الا كيبقى عرفتي شحال. هادو السحور مع الجبن الصراحة كيجيو زوينين. إوا نتمنى من الله يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش علينا، مازال كاين فطائر أخرين. أنا كيعجبني مع قهوة كحلة، كيجيو الطبيعة في الصبح كنديرو أتاي بنانا فلاشية قهوة كحلة ضروري. إوا هادو هما الوصفات ديالنا د هاد النهار، وقبلوا علينا.